حوار بين السوريين هو العنوان الدائم للحراك الفكري والثقافي والسياسي لبناء سوريا المتجددة. البناء يحتاج إلى توافق، والتوافق يحتاج إلى حوار، والحوار يعني ترجيح لغة العقل وإسكات صراخ العنف وإعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ الحقد والكراهية. أفكار كثيرة طرحت خلال جلسة اليوم الثاني من الندوة الفكرية السياسية التي ناقش فيها عدد من النخب السورية المثقفة والمسؤولين في الأحزاب والتيارات السورية آليات وطرق الخروج الآمن من الأزمة. هذا الحوار هو منهاج عمل، وبالتالي لكن هذا الحوار ينطلق من عدد من مقومات لنجاحه، محددات نجاحه تتمثل في ضرورة أن يكون هناك نوع من التوصل إلى تفاهمات مشتركة، عدم إقصاء للطرف الآخر، وعدم تكريس الحلول الصفرية في القضايا والمواضيع، إضافة لأن الحوار يتطلب أيضا وجود تناسب وكفاءة ما بين شخصيات الحوار، وتحديد من هم المعنيين بالحوار مع التحديد الثوابت لهذا الحوار. الحوار اليوم الذي يجري في هذه القاعة تحت سقف الوطن، ونحن لا نعرف ولا نعتقد أن معارضة ترفض الحوار، معارضة تملك مشروعا وطنيا ترفض الحوار إلا إذا كانت مستأجرة لأعداء الوطن، وما أكثرهم في هذه المرحلة وهم يخوضون حربهم ضد سوريا. الأفكار المطروحة من الممكن أن تساعد في إيجاد بيئة مناسبة للإسراع في عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي يعد مخرجا وحيدا لما تمر به سوريا من أحداث أليمة. نحن اليوم بحاجة إلى ثقافة الحوار. نحن اليوم ندرك بأن ما حدث في سوريا من الأزمة يستوجب على كل مواطن سوري أن يتقبل الآخر في طروحاته وفي أفكاره، وأن نقبل الفكر الآخر. لبناء سوريا متجددة نحن بحاجة اليوم للوقوف إلى جانب خيارات الشعب على أساس الانتماء الوطني والثوابت الوطنية، وأن تسهم جميع القوى السياسية والمجتمعية في إعادة إعمار الأرض والإنسان.